الحمد لله عندنا نصوص قانونيه وعندنا قانون 133 اللي هو هذا واحد شنقولكم واخا فيه ثغرات وكذا وكذا، ولكن راه فيه مزايا عديده. حنا ما كناش كنعرفوا شحال، كان عندنا غير هذا العنف الجسدي فقط، ما كانش عندنا حنا هذا العنف النفسي وهذا الاقتصادي وهذا، ما كانش لا وجود له. المراه تمشي مثلا شحال منهم كيتعرضوا للعنف الجسدي فيما يتعلق بالحياه الزوجيه وكذا، وكنحيلوهم كيتعالجوا نفسيا وما كانش كيتعترف بهم نهائيا امام المحاكم ان عندها شهاده من طبيب نفسي. هذه الندوة الصحفية تخليدا لليوم العالمي لحقوق المرأة، وأيضا تأتي في سياق الصمت الذي يعرفه وقع النساء في المعبر الحديدي سرسة من طرف الحكومة المغربية والإسبانية، وأيضا سيعلن فيه عن إطلاق مذكرة ترافعية والخطة الاستراتيجية للترافع من أجل بديل اقتصادي يضمن للنساء الكرامة في المعبر الحدودي سرسة. هذا اليوم العالمي لحقوق النساء، واللي كنعتبروها محطة نضالية وترافعية من أجل حقوق النساء عامة، والنساء اللي كيعانيو من الهشاشة والأوضاع المزرية، وفي مقدمتهم النساء العاملات باب سبتة. ارتأينا نحن في التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء أن ننظموا ندوة صحفية تكون كانطلاقة الحملة الترافعية التي نستعد للقيام بها من أجل إيصال هذه المذكرة إلى كل الجهات المسؤولة وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا، وكذلك في الضفه الاخرى لا مع الاتحاد الاوروبي ولا مع اسبانيا. هذه المأساة اللي كنعيشوها بشكل يومي واللي كتعيشها النساء العاملات باب سبته، واللي كنعتبروها وصمه عار على جبين بلدنا وعلى جبين احنا كجمعيات كمواطن ومواطنات صغنا من اجلها، قمنا من اجلها بنضالات متعدده، والان كنصيغوا مذكره ترافعيه تتضمن مطالب متعدده، منها من الجانب الحقوقي القانوني يتعلق لضمان كرامه النساء اثناء العبور، وجانب اخر يتعلق بالبديل الاقتصادي يحفظ كرامتهن ويقيهن من الذهاب الى هذا المعبر الحدودي اللي كيعانوا فيه من كل صنوف المعامله القاسيه والتمييز والتحرش الى غير ذلك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.